روب فورد يتعاطى الكوكايين ثانية. أخبر الجيرمن تاجر المخدرات والفيديو صحف الميل والجلوب وجاوكر أنه ذهب إلى منزل أخي وباعها الكوكايين. يظهر فورد وإليساندرو ليسي والجيرمن التاجر في الفيديو الملتقط في قبو منزل. جيرمن طلب مبلغ بستة أرقام على الأقل حتى يبيع الفيديو، ولكن لم يشتريه أحد. لقد صرح فورد سابقا بأنه سيعلق حملته الانتخابية ومهامه كعمدة ليعمل على قضايا شخصية. قالت منافسته على المنصب كارين سانتيز: لقد فعلت الكثير يا فورد ويكفي إلى هنا. How about Karen Stintz? I'm like, no. I can damn her, but you know, I can't talk to anybody.